أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. في وقت تتواصل به الاستعدادات الإسرائيلية لتوسيع الحرب في لبنان، وبعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحوثيين بدفع ثمن باهظ، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران لم ترسل صواريخ فرد صوتية إلى جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن أولوية بلاده في هذه المرحلة هي تحسين علاقاتها مع دول المنطقة على رأسها السعودية ومصر والأردن. كيف سترد إسرائيل على هجوم الحوثي الأخير، وكيف تقرأ السياسة أو الاستراتيجية الإيرانية الحالية؟ نناقش مع ضيفي بعد قليل. وأرحب بضيفي، ينضم وأرحب مجددا بالخبير في شؤون الشرق الأوسط الأستاذ أليف صباغ. أهلا بك أستاذ أليف معنا، وأرحب هنا بضيفي دكتور شاول يناي، باحث ومحاضر في تاريخ الشرق الأوسط ومختص في الشؤون الخليجية والعربية. أهلا بكما. دعونا نبدأ معك دكتور شاول هذا النقاش. استعدادات إسرائيلية مكثفة ومستمرة فيما يتعلق بالجبهة مع لبنان، وهذه الاستعدادات نعلم كذلك أن إسرائيل على ما يبدو بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي سترد على هجوم الحوثي الأخير أو يوم أمس على تل أبيب. بداية، ما الرد الإسرائيلي المتوقع على الحوثي؟ إذا ما بدأنا في الجبهة اللبنانية، إسرائيل أتمت التعزيزات منذ فترة الاستعدادات. القرار ينتظر المستوى السياسي. الآن كل الاهتمام الإسرائيلي هو في الأمور الداخلية، الخلافات الداخلية، استبدال جالانت أو عدم استبدال جالانت. مثلا إذا ما دخل جدعون سعر لوزارة الأمن سيتم إرجاء الهجوم على لبنان، لأن جدعون سعر لا يفقه في الأمن، لديه فترة دراسة لبحث التطورات والهجوم. لذلك على الجبهة اللبنانية لا أتوقع تطور. لماذا الحديث أكثر من حرب الاستنزاف؟ لماذا التصريحات السياسية وحتى الإعلام الإسرائيلي في هذه المرحلة يسلط الضوء على هذه الجبهة، وكل هذه الاستعدادات أو الحديث هذا يتزامن مع كذلك تقارير التي تتحدث عن أنه بنيامين نتنياهو معني في إقالة وزير الأمن يوآف جالانت؟ أنا أفصل بين الأمرين، التقديرات العسكرية والتقديرات السياسية. التقديرات السياسية، نتنياهو يستخدم ذريعة الحرب في لبنان ليقول أن جالانت ليس هجومي من فيها الكفاية. نذكر في البداية كان الأمر العكس، نتنياهو جالانت أراد الهجوم ونتنياهو رفض. اليوم نتنياهو يتذرع بالهجوم المستقبلي على لبنان لإطاحة جالانت بدعوى أنه لا يؤيد الهجوم، ولكن هذه مسألة سياسية داخلية إسرائيلية. وأعتقد أنه إذا ما أطاح بجالانت هذا سيرجئ الهجوم، لأن وزير الأمن إن كان جدعون سعر لا يفهم وغير مستعد، لأنه لم يكن جزء من النقاشات حتى الآن. بشأن الحوثيين، الصاروخ الحوثي الذي أطلق تفكك عند دخول أجوائنا، لأن الأدوات، أدوات الصاروخ لم تكن بما فيه الكفاية واقية من الحر. لذلك حينما تفكك في الفضاء، تفكك بالقرب من صاروخ الحيتس الذي أطلق لاعتراضه، السهم الحيتس أصابه، ولكن الاعتراض لم يكن كاملا. لم نتوقع انهيار هذا الصاروخ. الضرر من الصاروخ الحوثي كان محدود. إسرائيل أعتقد أنها لن ترد بشكل كبير جدا في اليمن، خاصة أن اليمنيون بعد هجومنا الأول نشروا منظومات دفاعات أقوى وأفضل من تلك التي كانت حينما هجمنا الحديدة.
ولكن على الرغم من انه محاولتك في هذه في هذا الشرح تخفيف هذه الضربه، ولكن هناك رسائل قويه وجهها الحوثي عبر هذا الصاروخ، وانت تقول ربما انه اسرائيل ستكتفي بضربه يعني في مكان اخر. هل يمكن ان نرى استهداف او رد على سوريا مثلا في ظل التقارير التي تتحدث عن وصول عشرات الحوثيين الى الجبهه السوريه؟ أنا لا أعرف عن وصول الحوثيين. الأرقام التي أعرفها هي أقل. وصل خبراء حوثيين، خبراء في تسيير المسيرات والصواريخ، حزب الله بحاجة لهؤلاء، وحاول تجنيد مزيد من القوات والخبراء وفشل. وصلت التعزيزات من اليمن. اليمن حينما ترسل القوة، وهذا مهم، هو إلى سوريا، هي تعلن بشكل لافت أنها تريد تهدئة جبهة اليمن، لأن الإعصارات في اليمن شل ميناء الحديدة كلها أحدثت أضرارا كبيرة، ولكن كل الإشارات تدل أن ميناء الحديدة لم ورغم هذه المشاهد لربما كل الاستهدافات أو السياسة والاستراتيجية الإسرائيلية والأمريكية وحتى الغربية البريطانية أقصد لم تردع، يمكن القول لم تؤثر على أي خطوات للحوثيين. أستاذ أليف، لو إن أردت التعقيب على ما طرحه ضيفي تفضل، ولكن برأيك كيف ستتعامل إسرائيل مع جبهة الحوثي خاصة بعد إرسال هذا الصاروخ؟ نعم، قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من تعقيب بخصوص جالانت وسار. أنا باعتقادي أنه نتنياهو يذهب إلى واحد من أمرين، إما أنه يريد الضغط على جالانت وابتزاز جالانت حتى يخضع لما يريده نتنياهو بالضبط دون اعتراض ودون تردد، ويهدده بمعنى بالإقالة وأن يأتي بساعر بدلا منه، وهذا سترفضه الولايات المتحدة الأمريكية، سترفض إقالة جالانت. بالمقابل هناك سارة التي ترفض تعيين ساعر، أو حتى عودة للحكومة ترفضها سارة، ونحن نعرف تأثير سارة على نتنياهو. لذلك أنا أعتقد أن مثل هذه المحاولة هي أكثر إعلامية، أكثر ضغط سياسي منها حقيقة تغيير يمكن أن يحصل. الاحتمال الآخر أنه نتنياهو يريد ساعر حتى يحمل مسؤولية الفشل القادم في لبنان كوزير أمن. يعني ساعر الكل يعرف أنه لا يستطيع أن يكون وزير أمن، سيضطر أن يكون يعني لعبة في أيدي نتنياهو. يقول نتنياهو وساعر يردد بعد نتنياهو، وبالتالي العلاقة ستكون بين قائد الأركان أو حتى قائد المنطقة الشمالية ونتنياهو مباشرة، وسعر يكون مجرد حلقة فارغة. لذلك احتمال، وأقول احتمال، أنه نتنياهو يريد سعر حتى يحمل مسؤولية الفشل القادم في لبنان. بالنسبة للجبهة الجنوبية أو بالنسبة لجبهة اليمن، نعم. اليمنيون في هذا الصاروخ، يعني صحيح أن إسرائيل تقلل من أهمية هذا الصاروخ، ولكن في حقيقة الأمر هذا الصاروخ يعني جعل الكل الإسرائيلي يقلق. الكل الإسرائيلي، حتى أن دول يعني استغربت من قدرات الحوثيين. وأنا أتفق، أنا يعني لا أريد أن أقول أتفق، أنا يعني أصدق بأن إيران لم تقدم هذا الصاروخ إلى الحوثيين. ولكن لماذا بعد يوم من هذا الهجوم أو إرسال هذا الصاروخ يا أستاذ أليف يخرج الرئيس الإيراني وينفي تزويد الحوثيين بهذه النوعية من الصواريخ؟ هل إيران تقلق من جرها كذلك إلى حرب مفتوحة في هذه المرحلة؟ لأنه كل وسائل الإعلام الغربية اتهمت إيران بأنها هي التي زودت اليمنيين بهذا الصاروخ، لأنه في هناك استهتار باليمنيين، حتى استهتار من القوى العربية الموالية لأمريكا، استهتار من إسرائيل، استهتار من الجميع، إن يعني مين هذول اليمنيين تيكون عندهم هذه القدرات. اليمنيون أثبتوا خلال كل هذه السنوات أنهم أصحاب إرادة وأصحاب قدرة تنتجها هذه الإرادة
وأثبتوا ذلك للعالم كله. إذن هذه الصواريخ تصنع في اليمن على يد الحوثي؟ أنا لا شك لدي أن اليمنيين لديهم الإرادة ولديهم القدرات التكنولوجية ولديهم القدرة على إنتاج الكثير بما في ذلك مثل هذا الصاروخ. ربما تعلموا في أماكن أخرى، ولكن لديهم القدرات الذاتية لإنتاج الصواريخ، وأثبتوا ذلك في حربهم في البحر الأحمر. أثبتوا قدرات رهيبة، أثبتوا ذلك في حربهم ضد السعودية، أثبتوا قدرات لم يتوقعها أحد. يعني بيشوفوا. وماذا عن وصول مئات أو آلاف، يعني لا يمكن تأكيد العدد منهم إلى سوريا؟ نعم، لتحدثني كذلك عن هذه التقارير. يعني خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك أكثر من خبر عربي وإسرائيلي بأنه آلاف اليمنيين وصلوا إلى جنوب سوريا. هناك من قال مئات اليمنيين، نعم، ومن قال عشرات الخبراء. نحن لا نعرف في حقيقة الأمر عشرات خبراء أو مئات أو آلاف، ولكن وصل بموجب كل التقارير وصل عدد ما إلى سوريا، إلى جنوب سوريا. في جنوب سوريا يوجد الجيش السوري، هذه حقيقة أيضا. لا يوجد لا قوات إيرانية ولا موالية لإيران ولا شيء، يوجد قوات سورية، هذا موجب حتى الاتفاق العربي السوري أن القوات السورية التي تنتشر في جنوب سوريا، وهذا ما يحصل. فالآن هل يمكن أن تبدأ الحرب ضد لبنان من سوريا، بمعنى ضرب القوات اليمنية أو الخبراء اليمنيين الموجودين في سوريا والالتفاف على المقاومة من الشرق وقطع الطريق، نعم، طريق لبنان بين سوريا ولبنان؟ التقديرات تشير إلى هذا. هذا السيناريو وضع قبل أسبوعين، نعم، وتم تناقشته قبل أكثر من أسبوعين. لذلك أستاذ علي، نعم، لربما ضيفي هنا دكتور شاول يريد تعقيب على ما تفضلت به. تفضل دكتور شاول. أستاذ أليف، أنا إسكنت من خلال كل ما تدريش. وافقت مع ما قاله الأستاذ أليف عاد مسألة الصاروخ الفرد صوتي. صاروخ كهذا يصل إلى هذا الحجم لا تمتلكه الدول المتطورة في العالم ولا يمتلكه الحوثيون. الحوثيون بإمكانهم استنساخ صواريخ بسيطة، لديهم القدرات، هم أطلقوا آلاف الصواريخ ضد إيران، بعض هذه الصواريخ أنتجوها، بعض هذه الصواريخ طلقوها، لكن صاروخ فرد صوتي، الصاروخ الذي أطلق على إسرائيل هو صاروخ باليستي، وإيران والحوثيين يمتلكون الكثير منهم، لذلك محق الرئيس الإيراني أنهم لم يمنعوهم صاروخا فرد صوتي. هذا صاروخ برأس متفجر محدود لكي يمكن تحميله بكمية كبيرة من الوقود، كلما كان الرأس المتفجر أصغر المسافة تكون أبعد، ولكن الصاروخ هذا لا يمكن أن يتحمل الحرب في الفضاء. أنا لا أستهتر بالحوثيين، ولكن لا سنديم هذه القدرات بشأن القوة اليمنية التي وصلت إلى سوريا. على مدار السنوات وصلت قوات كثيرة من اليمن إلى سوريا، وكذلك في حرب لبنان الثانية كجندي واجهنا مقاتلون يمنيين وصلوا لمحاربة إسرائيل، وهذا يحدث مرة أخرى، لكن لم يصل 10,000 ولا حتى 1,000 لتحريك هكذا عدد كبير. نحن بحاجة إلى استعدادات لوجستية كبيرة، نحن بحاجة إلى إيصال هؤلاء. أعتقد حزب الله بحاجة إلى خبراء في عمليات المسيرات، لأنه بعد عام من الحرب عدد خبراء حزب الله صغر، لأن إسرائيل عملت ضد هؤلاء. ولكن حقيقة، وهذا الأمر الأهم، حقيقة أنها كما أنه خبراء من حزب الله وصلوا إلى اليمن وساعدوا الحوثيين في حرب السعودية، اليوم الحوثيين يردون الجميل لحزب الله، وهذا خطر أنه يوجد هذا الوحدة للساحات نصر الله. يعني وحدة الساحات تترجم بهذا دكتور شاول؟ نعم، ولكن أهم من ذلك
هؤلاء زعماء تعهدوا لطريق الجهاد العسكري، تعهدوا وهم يطبقون هذا التعهد الواحد تجاه الآخر، لا تهمهم معاناة شعوبهم، لأن في اليمن يعانون وفي لبنان يعانون وفي غزة يعانون. ما يهم هؤلاء الفكرة والأيديولوجيا التي من شأنهم يقاتلون ويحاربون ويضحون بشعوبهم. هذا الأمر الأخطر، لأن الأفكار أخطر من أي شيء آخر. وما الذي تتوقعه من دول المنطقة في حال افتتحت جبهة لبنان وجرت سوريا العراق وحتى اليمن؟ ما الذي تتوقعه من دول الخليج في هذه المرحلة، خاصة أنه نحن نعلم أنه في الآونة الأخيرة هناك تحسين للعلاقات مع إيران، وحتى اليوم الرئيس الإيراني يقول أنه أولوية بلاده في هذه المرحلة وتحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية، الأردن وكذلك مصر. سأبدأ من السؤال الأول. دول المنطقة المعتدلة عرضت على إسرائيل في الأشهر الأخيرة، عرضوا عليها تحالف مشترك ووقف الحرب، لأنه من ناحيتهم استمرار الحرب يعني فوضى في المنطقة، وهذا الفوضى وهذه الفوضى تخدم المحور الإيراني. وإسرائيل أخطأت بأنها لم تقبل المقترح، لذلك إن فتحت حرب أوسع في لبنان أنا لا أرى أي سبب أن دول المنطقة كالإمارات والأردن أن تكون مستعدة لتكون لها دور في حرب كهذه، لأنهم لن يربحوا من حرب كهذه، سيخسرون. والرئيس الإيراني اليوم الذي هو يريد أن ينهي عزلة إيران والعودة لعلاقات سياسية واقتصادية أفضل، وهذا يتعارض مع موقف خامنئي الرئيس الجديد، يبث وكأن المسألة مع إسرائيل هي مسألة مختلفة، لكن هذه الدول تخشى من صعود قوات مجموعات مسلحة تهدد استقرار ليس فقط إسرائيل، لكن يهددون استقرار دول المنطقة. هذه منظمات لا توجد لديهم مسؤولية تجاه أي دولة أو أي جمهور، من ناحيتهم يمكن أن يقتل الناس، الإنجاز المطلوب هو أهم من الواقع، وهذا خطر. أستاذ أليف، هذا الهجوم الأخير أو تحركات الحوثيين عبر إطلاق صواريخ أو تحركات ووصول منهم إلى سوريا، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على العلاقات الخليجية السورية أو العربية الإيرانية برأيك؟ يعني مثل ما يتحرك الأوروبيون في مساندة إسرائيل وتتحرك أمريكا في مساندة إسرائيل بشكل مطلق بكل الوسائل، هكذا يتحرك بعض العرب في مساندة الشعب الفلسطيني لتحرير بلاده. يعني لكن يمكن القول أن هذه التحركات لربما تقلق دول عربية كثيرة، ليس كذلك؟ سأتي إلى هذا. نعم تفضل. أمريكا تساند إسرائيل في بقاء الاحتلال، في إبادة شعب، بينما الحوثي يساند الشعب الفلسطيني في تحرر نعم. اللبناني يساند الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال، كذلك الإيراني والعراقي يساند الشعب الفلسطيني. وبالتالي يعني الدول العربية التي تقلق من التحرك الحوثي أو من التحرك اللبناني أو من تحرك أي جبهة مساندة للشعب الفلسطيني هي تعمل لمصالح الحكام فقط، الحكام الموالين للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هؤلاء الحكام لا يرون مصلحة شعوبهم، يرون مصالحهم الشخصية في البقاء في الحكم والاستفادة من هذا الحكم، كانت عائلة مالكة هناك أو كانت عبد الملك الحوثي والسنوار. هل تتحدث عنهم، عن الحوثي وعن السنوار؟ دكتور شؤون لو سمحت. نعم، عندما أتحدث عن الحوثي أو أتحدث عن الحوثيين أو عن المقاومة اليمنية، أتحدث عن قوة التحرر اليمنية، التحرر من السعودية والتحرر من الولاء من العربدة الأمريكية في الخليج وفي البحر الأحمر في كل مكان. هؤلاء يعملون من أجل مصالح شعوبهم، وأثبتنا وأثبتت ذلك المظاهرات التي يقودها الحوثيون في اليمن، مظاهرات في الملايين. هذا تعبير عن موقف شعبي،
القيادة الحوثية تعبر عن موقف الشعب اليمني، والقيادة قيادة حزب الله تعبر عن موقف غالبية الشعب اللبناني. صحيح أن هناك أقلية في الشعب اللبناني تريد أن تضرب هذه المقاومة في خاصرتها، تأخذ أوامرها من هنا أو من هناك، وموالية تاريخيا موالية لإسرائيل وموالية لأمريكا وفرنسا، موجودة في لبنان هذه القوة، وتحالفت مع إسرائيل في الماضي وخسرت هذا التحالف، وخسرت نفسها حتى وأولادها يهاجرون من لبنان. لذلك هذه نتيجة التحالف مع إسرائيل وأمريكا. في الماضي قلنا المتغطي في أمريكا عريان، اليوم من كل المتغطي في إسرائيل عريان وبردان. والمتغطي في إيران يا أستاذ أليف، المتغطي بإسرائيل عريان وبردان، لأنه هذه التكنولوجيا الغربية لم تستطيع أن ولكن توقف. ولكن هناك كذلك من يقول أنه لا يجب كذلك التعويل كثيرا على الجانب الإيراني في نهاية المطاف، وحتى على الحوثي، لأنه كل جبهة يعني يمكن القول تعمل بما يتماشى مع مصالحها. لا، في هناك مصالح خاصة وفي هناك مصالح مشتركة. بدون شك الحوثي لديه مصالح خاصة اليمنية، واللبناني لديه المصالح الخاصة اللبنانية، ولكن والفلسطيني لديه المصالح الخاصة الفلسطينية، وأكثر من لديه مصالح خاصة هو الفلسطيني، ولكن هناك مصالح مشتركة، مصالح ضد الاستعمار، ضد الاحتلال، ضد الهيمنة الأمريكية، لأجل التحرر، التحرر من هذه الهيمنة، والتحرر من الملوك والرؤساء القابعين في كراسيهم ويتلقون الأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر لا يمكن أن يستمر في الشرق الأوسط، لا يمكن أن يستمر. الشعوب يعني يمكن أن تخضع لوقت ما، لفترة ما، ولكن في نهاية الأمر هذه الشعوب بطبيعتها لابد أن تتحرر من حكامها ومن الذي يسيطر على حكامها. ومستقبل الشرق الأوسط لن يبقى في أيدي أمريكا وإسرائيل، ولن يبقى في أيدي الملوك والرؤساء العرب. مستقبل الشرق الأوسط لا يمكن أن يبقى، يقول لك، في أيدي الولايات المتحدة وإسرائيل. نعم، تفضل أستاذ أليف. لو من فضلك، أستاذ أليف مشتمش الأستاذ أليف يستخدم عبارات ماركسية في لتفسير واقع جهادي. لا يوجد أي علاقة بين ما يقول بين الواقع. إيران تضطهد شعبها، الملايين يخرجون إلى شوارع ويقتلون، حينما يخرج الناس للتظاهر في غزة قتلوا، قيادة السنوار جلبت الدمار لغزة، لبنان هي دولة فاشلة توجد فيها مياه وكهرباء، الناس يفرون من أجل ماذا؟ بالنسبة للحوثيين الأطفال يقتلون، هم يجنزون الأطفال. الأستاذ أليف تحدث عن تحرر وطني، عن أي تحرر وطني تتحدث؟ هم يقتلون شعوبهم من أجل مصالحهم. عبد الملك الحوثي يريد أن يكون إمام، السنوار يريد أن يكون زعيم الفلسطينيين، ونصر الله يعتقد أنه من الإله، فمن أي أخذ شعب متطور وجعله شعبا فقير؟ الناس تموت بالنقص من الأدوية. هل هؤلاء حركات تحرر؟ انظر إلى معاناة شعوبهم. الماركسية التي أنا درستها وحركات التحرر التي أعرفها لا تتماشى مع مجانين كالحوثي والسنوار ونصر الله، وطبعا ليس مع حمينئي. هم ليسوا حركات تحرر، هم يضطهدون شعوبهم ويتسببون بالحروب ولمعاناة هائلة. نعم، العرب. تعليق قصير. أولا، في مثل بيقول اللي بيشوف بيشوفش الخشب بعينه بيشوف الخشب بعين الآخرين. من يعاني في الإسرائيليين بسبب نتنياهو، قرار نتنياهو الشخصي وزوجة نتنياهو يسببون معاناة كبيرة للمجتمع الإسرائيلي، وقتل ودمار، ولا أحد يعرف ما هو المستقبل الذي تخبئه سارة ونتنياهو إلى المجتمع الإسرائيلي. ثانيا، أنا لا أتحدث عن ماركسية، أنا أتحدث عن حق الشعوب في تقرير مصيرها. هذا حركة عالمية، حق الشعوب في تقرير مصيرها، حقها في الحرية. هذا نضال عالمي، نضال إنساني من الدرجة الأولى. هكذا كان على مدى التاريخ، الشعوب تعمل من أجل تحرير نفسها من الاستعباد، من الحكام يستعبدونهم، ومن الاحتلال ومن الاستعمار ومن أي هيمنة. والطريق لتحرير هذه الشعوب موجود، سلكت الشعوب في الماضي وتحررت، وما تزال تسلك الشعوب
الباقية تحت العبودية لتتحرر، وهذا ما سيحصل في المئة سنة الأخيرة، في أقل من مئة سنة الأخيرة شاهدنا تحرر الشعوب، ليس لأنها اشتراكية أو مالكية، تحررت الشعوب لأنها قاتلت من أجل حريتها، وهذه طبيعة البشر. وصلت الفكرة. جملة أخيرة من دكتور شاؤول قبل أن البشر العالم نعم. أنا لدي انتقاد كبير، ولكن من يحرر نصر الله؟ نصر الله هي دولة مستقلة. أستاذ أليف من فضلك. نعم، لم يتبقى لي الوقت لاستمرار النقاش، شيق جدا يمكن القول. أستاذ أليف صباغ، خبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. دكتور شؤول يناي، باحث ومحاضر في تاريخ الشرق الأوسط ومختص كذلك في الشؤون الخليجية والعربية، شكرا جزيلا لكم. بهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذا المساء، أشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.